احنا معانا واحد من نجوم جيلك وهو انتيم معاك قوي ومن شلتك بمعنى صح، معانا ماهر همام. هنشوف ماهر همام هيقول لك ايه ونرجع تاني نكمل حديث. الكابتن مختار علي مختار، الكابتن مختار من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي ومنتخب مصر. لو هنتكلم كده على تاريخ الكابتن مختار، هنبدا بتاريخ الكابتن مختار كلاعب. اللي الناس ما تعرفوش ان الكابتن مختار من مولود حي شبرا ميدان فيكتوريا. كابتن مختار بيعتبر من افضل لعيبه كره الشراب، اللي هي كره الشراب اللي بتميز هذا الجيل، جيل السبعينات، العظام بتوع جيل السبعينات. الكابتن مختار بيعتبر من افضل لعيبه كره الشراب اللي موجوده في نادي شبرا. الكابتن مختار انضم لنادي اسكو. نادي اسكو في هذه الفتره كان بيعتبر من افضل الانديه اللي موجوده في المراحل السنيه، قطاع الناشئين ثم الفريق الاول. يعني نادي اسكو حتى كمان في الدوري الممتاز مع كابتن طه اسماعيل كان وصل للمربع الذهبي او الخامس الدوري. لو هنقول ان الكابتن مختار كان معاه جيل عظماء في نادي اسكو من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، وبالاخص طبعا الكابتن احمد ابو رحاب، كابتن الفريق كابتن حمدي نوح، كابتن ياسر محمدي، وكلهم لعيبه لها اسماء وباع كبير جدا، وانتشروا بعد كده للفرق القمه في الدوري الممتاز. الكابتن مختار لعب لحد سن 21 سنه في نادي اسكو، ثم بعد كده بقى طبعا رؤيه وعين الخبيره للكابتن عبده البقال ان النادي الاهلي في هذه الفتره شاف الكابتن مختار في المراحل السنيه، طلب من الكابتن عبده البقال ان هو نخش في تعاقد او يخش في تعاقد مع كابتن مختار وينضم الى النادي الاهلي. فعلا كابتن عبده البقال قدر ان هو يضم لنا كابتن مختار، مختار نجم نادي اسكو في هذه الفتره، الى النادي الاهلي. انضم كابتن مختار للنادي الاهلي يمكن سنه واحده مع المراحل السنيه فريق 21 سنه، ثم بعد كده طبعا انضم للفريق الاول مع مستر هندوكوتي من اعظم المدربين النجوم في تاريخ الكره المصريه. ومن خلالها بقى كابتن مختار بدا يحط رجله بشكل كبير جدا. قبل انضمام كابتن مختار للنادي الاهلي عايزين نفكر بس الناس ان كابتن مختار الدوره المدرسيه اللي كانت مقامه الدوليه اللي كانت مقامه في اسكندريه، هي الدوره ديت يمكن اللي ظهرت الكابتن مختار بشكل كبير جدا في هذه المرحله. انا شايف ان الكابتن مختار بيعتبر من افضل المدربين اللي موجودين في هذه المرحله، نضج بشكل كبير جدا في شغله التدريبي. كابتن مختار ده احد نجوم الكره المصريه، ماهر همام صنع اسم كبير في عالم كره القدم، ودام الانتيم بتاعك كان هو محمد عامر وحمدي جمعه. مين تاني؟ رمضان سيد ومعانا حقيقه عاوز يتكلم معاك.